رجعنا لكم في كوجينة ملا شيف. دونك عندنا لهنا البلان تاعنا شيف حاضر ولا بريسك البلان تاعنا حضر ودرسيناه. شنو مزيان؟ تو جوست اون فايكريمي البيسكي تاعنا باش نحطولو الكريم بور لا دوسير ويجوا لي مطعمو ابل. دونك هذايا الكريم سوبيريور ليكيد. الكريم سوبيريور ديليس اي ليكيد سو ديكومبوز با تاع كويسون هي بتبات. ما نحطوش كمية كبيرة تاع كريم. جوست شوية بور لي كريمي. نخليوها شتيب. ومن بعد كان نعملوا الدريساج نتاعها هكا. توا دونك هذايا لا ديرنييغ توش هكا الشربة لازمها كسوا سوا شربة ولا البيسك ولا حاجة ما تقعد سخونة شايفة. مزيانة برشا لي تختلات. عايشك. مزيانين دونك شنو زدنا شايف زدنا الصيام يقوي في الكرياتيفيتي راه. الشهوات الشهوات دونك زدنا جوست لا كريم غاتينا كعبت فريز كيما ريت بالشونتيي وزدنا شويه نعناع هذا هي الميك شيك نتاعنا باش زينتو عندنا ليكيد ليكيد فريز توبينغ فريز عملناه توبينغ فريز دونك كيفاش شد روحه مع شي جيل باهي دونك نحطوهم في الطاوله طاولتنا لازم معاك هذا اهي اونتري شيف هايكل دونك حضرت لنا السوق تاعنا اليوم عملنا بيسك دو كروفيت ورينا الطريقه اللي نقدوا بها البيسك دو كروفيت بالكركاس والا بالكاراباس دو كروفيت وشويه ليجوم وخذينا الشير بتاع الكروفيت زدناه بعديك مع البيسك كارابيل فضلونا شويه عملنا زاد البولي تاعنا فارسي بالفوا فوا دو فولاي ومع شامبينيون وفرماج ديليس الدجاجه بتاعنا شهيه ديجا ديزوسي ما قلتهاش الدجاجه حاولت حليناها قديناها بودان طيبنا طيبنا المحمصه بتاعنا فاسون بايلا قعدنا شويه كروفيت وشويه لحم الدجاج قدينا فورناها وجمرناها ايه وهذا هو عشان شاهي برشا بلا خفيف هكا في شهر رمضان ويمشي مع الجو نفتتحوا به هكا نهار الاول دونك خفيف كل واحد ياخو هكا ترونش هذيك فارسي معها شويه مزلوقه دونك بور اكومباني شيف امي انت دللتنا عاد بالفريز اليوم عندنا الميك شيك وعندنا لي تارتلات دونك لا باز نتاعهم ما استحقيناش فوالا ما استحقيناش اون بات جوست عملنا الباز كرامبل نتاع بسكويت سايده خفيف كرامبل خفيف مش كيما العوايد معناها مش كيما قوي وكروكان عملنا خفيف كي تيك تيك كل مع بعضه فوالا عملنا الميك شيك فريز وحليب وياغورت ناتيوريتيز هذيك وحاجه خفيفه تمشي ديسير وسحور دونك عندنا اليوم لونتخي البلا والديسير نتاعنا يعطيكم الصحه لي شيف شيف هايكل وين نلقاوك هكا توا؟ كالعاده التريتور الحفله وبيان سور لاكاديمي دي شيف كونفيني توا شيف؟ وي كونفيني بور لو نحضروا في العشاء للطب نعاونوا فيهم على الخدمه نتاعهم برافو برافو كيف كيف انت زاده شيف امين معاهم انا ما حاضر لهم في الديسير انت يحليو شويه شيف هايكل ديما نحييو ولد صغير تلقاوني في نحييو دونك الشيف طب الكل اللي حارسين على سلامتنا وان شاء الله ربي وي. معاهم ميرسي ليك انت زاده شيف امين على الديسير وين نلقاوك تلقاوني في كوليزي سول المنار وديما مع شيف هايكل في اي تحرك كذا فوالا هكا بابا وخويا عايش هكا هاو احنا تلقاونا ان شاء الله كل يوم في ملا شيف سبيسيال رمضان كل يوم باش نحاولوا نعطيكم ديزيدي نتاع شقن الفطر كو سو سوا اونتري والا زيد كيف كيف ديسير انا نقول لكم شهيه طيبه الناس الكل وان شاء الله نتقابلوا غدوه باي